الآن سننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف للحديث عن خبر تحرير أسعار الوقود في الدولة. معنا سينضم من أبوظبي معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة. أهلا وسهلا بك. بداية طبعا نود أن تطلعنا على الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار. طبعا بداية دولة الإمارات اتخذت قرار في السابق لتحرير وقود الديزل، وهذا القرار كان مبني على دراسة قامت بها الدولة في هذا المجال، وجربنا التحرير هذا ومدى تأثيره على الاقتصاد، وشفنا أنه ولله الحمد كان تأثيره إيجابي وعزز من الثقة في اقتصادنا الوطني. الأسباب اللي دعتنا لاتخاذ هذا القرار بالنسبة لتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار تشرف عليها الحكومة وتقوم على تحرير كامل للأسواق، أسباب بيئية، هناك أسباب اقتصادية، هناك أسباب كذلك يعني تجارية. لو تكلمنا عن الأسباب البيئية، نجد أن زيادة عدد السيارات في والمحركات الكبيرة وعدم الانتقاء عند يعني اختيار السيارة والمحرك، هذا طبعا كل الدول المتقدمة قطعت شوط كبير في اختيار المحركات الأكثر كفاءة من ناحية حرق الوقود. سبب الدعم الموجود عندنا جعل عزوف عن الإقبال على مثل هذه التقنيات التي تخدم البيئة وتقلل من الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كذلك المصدر الغازولين أو النفط هو مصدر من المصادر النافذة، فيجب المحافظة عليها واستخدامها بطريقة اقتصادية سليمة. نعم عليك. البعض يتوقع قفزة كبيرة في أسعار البنزين على إثر تطبيق هذا القرار، مع أنه يعني كما نعلم أسعار النفط حاليا منخفضة. بالتالي هل لديك أي تصور للزيادة المتوقعة في الأسعار عقب تطبيق القرار؟ والله نحن بنكون صريحين معاكم، نحن كوزارة وضعنا آلية، نعتقد أن هذه الآلية عادلة بالنسبة لي وكان للكونسومر أو للمستهلك. هذه الآلية أن ننظر إلى أسواق شراء هذا المنتج عالميا، منتج الغازولين في الأسواق العالمية، ومن ثم تفاوضنا مع شركات التوزيع على النسب، نسبة النقل والتوزيع، وأضفنا لها هامش ربح بسيط جدا على أساس لا نثقل كاهل المستهلك، وتكون أسعارنا في دولة الإمارات يعني مقارنة بالأسواق المحررة تكون من أقل الأسعار عالميا بالنسبة للأسواق المحررة. الأسعار سوف تحدد في تاريخ 28 من كل شهر عن طريق اللجنة، وسوف تنظر لمتوسط الأسعار العالمية وتزيد عليها هامش الربح، وينزل الخبر في الجرائد الرسمية. كيف سيتم تحديدا احتساب هذه الأسعار شهريا؟ مثل ما قلت لك، ناخذ افريج. هناك نشرات للغازولين معروفه، هناك نشرات روتردام، وهناك نشره سنغافوره، سوق سنغافوره، وهناك نشره الميديترينيان. هذه نشرات انترناشونال وبنش ماركس معروفه عالميا. هذه تحدد سعر الغازولين. سعر الغازولين هذا هو اللي تشتريه عندنا بعض شركات التوزيع وتقوم بتخزينه ونقله ووضعه في محطات التوزيع. فمن العدالة بمكان أن المنتج هذا له سعر، نحن راح نضيف عليه هامش الربح الفعلي، هامش الأوبريتنج كوست أو المصاريف التشغيلية الفعلية، ومن ثم سوف يضاف عليه هامش ربح درسناه وتفاوضنا مع الشركات فيه. المتوقع لهذا الشهر حسب إلى الآن أن يكون هناك انخفاض في وقود الديزل، لأن رأينا أن الأسعار أعلى من الأسعار اللي احتسبناها بعد مفاوضات السعر مع الشركات، ووجدنا أن خام أو منتج الغازولين سوف يزيد بزيادة سوف نحددها في نهاية الشهر مبنية على متوسط السعر مثل ما حددنا لكم في الآلية. اللي أريد أقوله أن هذه الزيادة
إذا كانت هناك زيادة لن تكون هذه الزيادة كبيرة في 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 واقع في واقع الأسعار اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات. نعتقد أنها الزيادة هذه ستكون complemented أو بتوازن عن طريق الخفض اللي بيكون في وقود الديزل. الديزل نحن نستخدمه كمستهلكين أو نتأثر به كمستهلكين في عدة مجالات، سواء كان قطاع البناء، قطاع المواصلات، النقل، اللي يمس جميع البضائع. فالتأثير العام لهذا القرار في دراستنا أنه بيكون تأثير إيجابي لمصلحة المستهلك وليس تأثير سلبي. فهذا اللي نقدر نقوله لكم في الفترة هذه، وإن شاء الله 28 قريب ورح تنزل الأسعار إن شاء الله. نعم، بدورهم بعض المحللون يرون أن الدولة ستفقد جزء كبير ربما من تنافسيتها مقارنة مع دول الجوار بعد هذا القرار، تعليقك على الموضوع؟ والله نعتقد أن هذه المعلومة غير صحيحة. أولا يعني مثل ما قلت لكم في بداية اللقاء، نحن دولة الإمارات حررت وقود الديزل اللي هو اليوم يمكن يرتفع عن سعر أي دولة مجاورة أو أي دولة حتى من الدول في بعض الدول المحررة. هذا السعر مع ارتفاعه لم يؤثر على تنافسية دولة الإمارات منذ اتخاذ هذا القرار، بل على العكس، كل سنة أصبح المستثمرين يثقون في دولة الإمارات لأنها دولة اقتصادها شفاف وقوي وليس مبني على الدعم. عندما يكون الاقتصاد مبني على دعم، يكون دائما المستثمر أو رأس المال الأجنبي يكون خايف من رفع هذا الدعم. ونحن مثل ما قلنا لكم، القطاعات الصناعية والقطاعات التجارية تتأثر بوقود الديزل، فوقود الديزل راح ينخفض، مما سوف يعزز ويزيد من تنافسيتنا الاقتصادية عما وصلنا عليه. لذلك هذه الأسباب اللي احنا نرى أن بالعكس القرار سوف يكون إيجابي للقطاعات الصناعية والقطاعات التجزئة ولقطاعات المقاولات وللكثير من القطاعات. نعم، معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، شكرا جزيلا لك.